مساء الخير متابعينا الكرام، برحب بكم في لايف جديد وتخطيطنا المستمرة من داخل محافظة الدقهلية وبالتحديد من أمام محكمة جنايات المنصورة. النهاردة قدام واقعة مؤلمة ومحزنة اللي حزن عليها الصغير قبل الكبير، أسماء الشابة اللي عندها 39 سنة أبوها وأمها توفوا وعاشت لوحدها بعد ما أبوها وأمها تركوها لوحدها في الدنيا. دخل عليها جارها قتلها، اغتصبها وبعدين قتلها، قتلها بروح باردة. اتربينا طول عمرنا ان الجار للجار سند وظهر وامان، انما اللي بنعيشه النهارده من داخل محافظه الدقهليه واقعه مؤسفه ومؤلمه. احنا النهارده مع المحاميه اللي هتحكي لنا الواقعه بالتفصيل. شرف باسمك. ايمان الجاري المحاميه عن اسماء الشهيده اللي قتلت واغتصبت وسرقت غدر وظلم من ابن الجيران اللي هي تعتبر امه، لان هي كان سنها 40 سنه وهو سنه 20 سنه، وكانت بتعطف على اهله، وكان والدتها ووالدتها المتوفين كانوا دايما يعني زي احنا كجيران مصريين بنبقى الجار اقرب من الاهل واقرب من الدنيا كلها. الجريمه فات عليها اكثر من 7-8 سنين، كانت قيده ضد مجهول، ولكن يشاء القدير العليم رب العزه الرب القادر والقدر القدير ان تكتشف الجريمه بزلة لسان قاعد يحكي لصاحبه على القهوه لان مراته كانت غضبانه وعايز يخلص على زوجته لو ما اصطلحتش. كان في الوقت ده متجوز ولا كان لسه؟ ايامها كان لسه ما اتجوزش. كان عنده بتاع 22 سنه في الحدود دي. فدلوقتي اتجوز وعنده اطفال وعنده زوجه وزوجته غضبانه، قاعد بيحكي لصاحبه بيقول له لو ما رجعتش لقتله. قال له يا القتل عندك سهل كده؟ قال له ما قتلت اسماء، انت فاكرها اللي كانت جارتنا في البيت القديم؟ قال له اللي كانت تقول بيت المدفون. قال له اه. صاحبه ما صدقش وما استوعبش الموقف، بعديها رجع تاني وقعد معاه حكى له وتاكد منه من ذات القصه، وراح بلغ المباحث والمباحث شافت شغلها وبدات التحريات وجابوه واعترف في المباحث وفي النيابه وقدام القاضي الجليل والقاضي الدائره الرابعه. ده ايه يغري من افضل قضاء مصر قاطبه بصراحه. القضاء عندنا في مصر واعظم شيء في مصر. بدات المحاكمه، خدت جلسه واخدت احاله للمفتي، المفتي النهارده اكد وبارك والقاضي ادى حكم الاعدام الحمد لله. ايمان اسماء رحمه الله عليها اهلها متوفين وهي كبيره ولا هي كانت في سن صغير؟ كان عندها 40 سنه ووالدها ووالدتها توفوا واخوها سافر بره، اخواتها سافروا بره، وما فيش لها حد غير جيرانها اللي هي مفترضاهم وقاعده في اسرهم، قاعده في امن وفي امان في ليله وفي يوم زي النهارده كده، رياح وعواصف ومطر وشتاء، طلعت تتسوق وجايه متربص فيها لانه مراقبها بقاله فتره هو وزميله، يا دوبك بتفتح الباب زقهم، كتم نفسها واعتدى، حاول يعتدي قومه، ضربها بالسكينه وبعد كده الترابيزه على دماغها لغايه ما خلاص بتفارق الحياه، سحبها على جوه واعتدى عليها وهي في البيت كامله الدنيا. والاداه اتسجلت الغلاب وخد 6000 جنيه وطلع قعد وقت من الزمن يمسح البصمات وكل شيء علشان ينفع اصحاب الجريمه. والاداه اتسجلت ضد مجهول. الجيران اكتشفوا الجريمه بعد فتره، ريحه طلعت، بلغوا جون، فتحوا الباب لقوا المنظر ان هي مرميه وفي دمها وتكلموا في الجريمه. قيد المقدر ضد مجهول لعدم معرفه. واللي قتلها ده كان جرها في نفس البيت؟ في نفس العماره وفي نفس المكان وقاعدين مع بعضيهم، كان هو يعني كان يمكن عندها 20 سنه وهو لسه طفل رضيع على ايد امه، هي اللي كانت قاعده معاهم، يعني انت فاهم يعني ايه جار وجاره، وهو بيغتصبها وبيحاول يقتلها، قالت له انا قتلت، ما فيهاش الكلام ده، هو اللي قال بلسان الكلام ده في قلب المحكمه وما صعبتش عليه وخلص عليها وانتهت. استاذ امانه ربنا دايما ان الجار للجار سند وظهره وامان ممكن اكتر من الاخ. اه طبعا. انما اللي بنعيشه النهارده داخل محافظه الدقهليه بيثبت لنا ان ما بقاش فيه امان. هو النهارده ما عادش فيه لامين ولا امان ولا طمانينه، عاد فيه مش عارفه ليه الغدر والخيانه زادت بالطبيعه دي. ليه يعني جريمه بصراحه من ابشع الجرائم واسدل عليها الستار من 7 سنين، وفجاه ربنا سبحانه وتعالى اراد اظهار الحق. واراد ان الروح الطاهره اللي بتحوم في دنيا البشر تطالب بحقها اللي اغتصب، ربنا سبحانه وتعالى يكشف المسطور والمتهم المجرم، وان مر الزمان والوقت تاخد حقها. انت قلت لي ان يعني اسماء رحمه الله عليها ما عندهاش غير اخوها اللي مسافر بره. آه. مين اللي وكل حضرتك للقضيه؟ انا والله
والله يعني هو انا سمعت عن القضيه فحبيت ادخلها فكلمت متطوعه كلمت اسماء وخالتها واتفقوا معايا وبعده جابوا لي توكيل كان اخوها عمرو الرحميه من القاهره وحضرت بيه ودعينا مدني بلا يعني ما فيش اتعب بس دي وجه الله سبحانه وتعالى كرساله للمجتمع المصري حافظوا على اولادكم حافظوا على اخلاقكم حافظوا على قيمنا النهارده احنا مجتمع معروف ان هو مجتمع من افضل مجتمعات الدنيا والعالم فمش عايزين جرائم زي دي تدخل بينا او تحبس لينا او لاطفالنا او اولادنا ودلوقتي الله سبحانه وتعالى الشباب في الفترة الأخيرة دي يا أستاذ عمان يعني بشهواني بمعنى صح هو أنا وجهة نظري الشخصية إن الشباب مظلوم ليه؟ لأنك أنت كمجتمع مصري مستهدف من كل كلاب العالم حتى الشقيق اللي بره بيحارب فيه عايزين يقسموا المجتمع المصري اللي بهدلوه قيم من أخلاقك أنت تخيل النهارده إحنا عندنا الأزهر الشريف افضل من اي شيء في الدنيا عندنا ديننا وقراننا وعندنا اصولنا ومبادئنا فالشباب المصري مستهدف انتشار المخدرات مواقع النت والاباحيه مش هقول ان الفقر اللي بيعمل كده لان الفقر عمره ما كان عيب العيب هو عيب الاخلاقيات والقيم والمبادئ انا بقول للاب والام في الاسره المصريه فوقه بقى فوقه انا النهارده مش هدي ابن الحريه الكامله انا ببص الاقي كل عيل ماسك لي تليفون وقاعد في جنب الواحد راقبوا ولادكم رابوا أطفال رابوا شباب مفيش حاجة اسمها حرية مطلقة في لازم نرجع تاني صلي يا ابني الصبح ودور وعصر ومغرب افتح على الأقل المصحف في اليوم ربع ساعة 10 دقايق النهاردة يعني علشان خاطر في مدارسنا لازم نرجع للصلاة الظهر دي في المدارس واجب فالنهاردة احنا كمجتمع مصري مستهدف فاحنا كده كأسرة مصرية لازم نكون واعيين بكل اللي بيدور حوالينا النفس أمارة بالسوء والنفس غلبت الشباب لكن النهارده احنا بنقول ان شاء الله برعايه الاسره وبرعايه المجتمع المصري ان شاء الله باذن الله الجريمه تختفي في مصر النهارده كانت الجلسه الاخيره واتحكم على يعني الجاني اتأيد حكم الاعدام من المفتي والقاضي ايد وانتهينا على كده وان شاء الله يحكم في يعني انا كان وجهه نظري الشخصيه ده يقعد في الميدان عنده اطفال وعنده زوجه ده ما كانش عنده بس ليزوقوا بعض ما قدمت ايديهم. تنصح الشباب اللي شايفين حضرتك دلوقتي بايه؟ انا بنصح لاي شاب عمرك ما تفكر في انه فكر في اللي هيحصل بعد كده. نزوتك خدتك، شهوتك خدتك، شيطانك شدك، نفسك امارتك بسوء، اقعد انت نفسك 10 دقايق اعمل ما اعملش فكر طب هاخد في النهايه. وجع الولد ده عبره ليه؟ بيتهيألي في الحاله دي مش عبرتك كريم. اشكرك جدا يا استاذ عمان. بشكرك جدا مشاهدينا ومتابعينا الكرام زي ما حضراتكم شايفين الواقعه المؤسفه والمحزنه اللي عاشتها محافظه الدقهليه اسماء الشابه اللي عمرها 39 سنه والدها ووالدتها توفوا دخل عليها جارها اللي ربطه تربينا طول عمرنا ان الجار للجار سند وظهره امان انما النهارده بيثبت لنا عكس الكلام ده بشكركم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على حسن المشاهده والمتابعه كان معكم التغطيه احمد العربي.